السلام عليكم دكاترة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بإذن الله هنشرح المحاضرة الرابعة اللي هي شابتر 3 كله بعنوان Discharge of Air. تمام، في البداية كده بس قبل ما نبدأ عايزة افكركم بشوية حاجات كده تمام تساعدنا كده واحنا ماشيين في المحاضرة. اول حاجة كنا واخدين قبل كده انه مثلا لو اعتبرنا المجسم ده بيوضح لنا هنا الاستيكين تيوب وهنا الميدل اير وهنا الماستويد سيلز. تمام، اللايننج بقى بتاع الابيثيليوم هنا، اول حاجه كان عندنا ميوكوزال لايننج يعني ميوكوزا بس. تمام، وبعديها بقى بنلاقي البريوسيال لايننج او البريوسيوم، وبعديها بقى البون والاذر ستراكشر. تمام، طيب كنا واخدين قبل كده في شابتر تقريبا البينفول اير كان عندنا حاجه اسمها ايه؟ كان عندنا حاجه اسمها اكيوت سابيوريتيف اوتيتس ميديا. تمام، كنا بنقول ان هي لو حصل انفكشن او انفلاميشن في اللايننج اوف ابيثيليوم هنا، بس اهم حاجه ما يتعداش الايه الميكوزا لايننج يعني في البلو ده بس. تمام، طيب النهارده بقى ان شاء الله هناخد بالتفصيل اكتر بقى اللي هو الايه الكرونيك سابيوريتيف اوتيتس ميديا، وده بيحصل لو الانفكشن او الانفلاميشن ده انتشر بقى اللي بعد الميكوزا لايننج اللي هو الازرق ده للبريوستيال، وكمان بدا كمان ان هو يعمل ايروجن في البون اللي بعد البريوستيوم ده، وكمان الاذر اورجانس ممكن كمان يبقى فيتال لو وصل اماكن مهمه يعني زي الايه الجاجولر ريجن او كده. تمام، طيب يبقى احنا معانا في المحاضره ان شاء الله اربع مواضيع اساسيه. انا هي في الكتاب مترتبه 4 1 2 3 بس انا هشرحها كده عشان حسيتها انسب. تمام، طيب الموضوع الاولاني اللي هو الايه زي ما قلنا الكونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا، وكنا واخدين نفس قبل كده ان هو تو تايبس سيف وان سيف، وده بيبقى على حسب الكومبلكسيتي اوف كومبليكيشنز يعني هينتج عنه كومبليكيشنز قد ايه، خطيره ولا لا. تمام، طيب ثاني حاجه معانا برده اللي هو اللونجيتودينال تيمبرال بون فراكشر. احنا كنا اخدنا قبل كده مفروض يعني في شابتر الديفنس تقريبا، ايوه الترانسفيرس فراكشر او الترانسفيرس الايه فراكشر. تمام، بس انا عملت كده مقارنه بسيطه عن اهم الفروق ما بينهم هما الاثنين، كده كده هناخد اللونجيتودينال بالتفصيل دلوقتي. طيب اللونجيتودينال يا جماعه كان بيحصل في يعني بينتج عنه ضرر في الميدل والاوتر اير. تمام، الترانسفيرس كان بينتج عنه ضرر في الانر اير. طيب هنا كان بيحصل رابتشر للتمبانيك ميمبرين، هنا التمبانيك ميمبرين كان ايه انتكت ما بيحصلوش حاجه ما بيقطعش يعني. تمام، طيب هنا كان بما انه مؤثر على الميدل والاوتر اير كان بيسبب ايه؟ كان بيسبب طبعا اللي هو كوندكتيف هيرنج لوس. تمام، طيب اما هنا كان عشان الانر اير كان بيعمل حاجه عندنا اسمها ايه سنسرال نيورال هيرنج لوس. طيب هنا بقى الاوتوريه هنا او الاير ديسشارج اللي هو موضوع المحاضره اصلا، في اللونجيتودينال كان بينتج اوتوريه ووتري اللي هو السي اس اف. تمام، سيريبرال فلويد. اما في الترانسفيرس كان بينتج برضو ديسشارج، ولكن هو مش ديسشارج طالع من الاير، هو ديسشارج طالع من النوز، فكنا بنسميه هو ناتج من الاير ماشي يبقى اوتو، ولكنه طالع من النوز يبقى راينو ري، يبقى اوتو راينو ري. تمام، طيب ولو عايزين بقى ايه نفهم كده ازاي هو ناتج عن اللي هو الاوتو يعني ناتج عن الاير ولكنه بيطلع عن طريق النوز، فهي بروسيس سهله جدا. كل اللي كان بيحصل انه لو حصل مثلا اي ضرر او فراكشر في الانر اير تمام، فكان جواها البيري ليمف والاندوليمف، والبيري ليمف والاندوليمف اصلا يعتبروا يعني ايه شبه سي اس اف. تمام، طيب فالبيري ليمف والاندوليمف ده كان بيعدي من الانر اير للميدل اير. تمام، وبعديها بقى يعدي من تيوب موجوده في الميدل اير اسمها الايه الاستوكيان تيوب. تمام، من الاستوكيان تيوب يروح رايح على النيزو فارينكس، وبعديها عادي جدا يعمل لنا الايه الاوتو راينوري. تمام، طيب يبقى كده بالتفصيل كده ايه موضوع اللونجيتودينال ترانسفيرس كده هنشرحه تاني يعني. تمام، في عندنا بقى ايه تيومر كده في الاير مشهور جدا اسمه الجلوماس تيومر، احنا برده هنشرحه بالتفصيل بس اقول لكم اكتر حاجه مشهوره عنه ان هو هايلي فاسكولار، لدرجه ان العيان لما بيجي يشتكي لك بيقول لك انا حاسس بنبض، يعني حاسس بنبض في وداني، في حاجه بتنبض، هايلي فاسكولار. تمام، طيب الشرايين يعني كان الشرايين عماله بتنبض في ودانه. طيب ايه تاني عندنا؟ اخر حاجه بقى اللي هي الاير ديسشارج اللي هي الاوتوريا، هنشرح بس كده شويه كريتيريا اساسيه ممكن تيجي ام سي كيو كده. طيب اول جزئيه دي قلت لكم هشرحها اخر حاجه، نبدا بقى في الايه في المقارنه البسيطه ما بين الاكيوت والكرونيك، ونشرح بقى الكرونيك بالتفصيل. الاكيوت اوتيتس ميديا يا جماعه كنا اخدناها قبل كده تمام، شويه كريتيريا كده اساسيه للديسشارج اللي بيكون طالع من الاكيوت اوتيتس ميديا. الديسشارج ده يا جماعه بيكون كوبيوس يعني ايه؟ يعني كتير، غزير، بروفيوز. تمام، وايه تاني؟ ميوكو بيورولنت. يعني ايه ميوكو بيورولنت؟ بيورولنت يعني صديد، وميوكو يعني مخاط. تمام، يعني مخاط وصديد الاثنين مع بعض. طيب وبيبقى برضو على فكره اودورلس يعني ما فيهوش ريحه، دي كده ثلاث كرايتيريا اساسيه كوبيوس او بروفيوز ميوكو بيورولنت ونو اودر، لان على فكره تتكرر معانا كتير قوي تمام ومهمه. طيب نفس الكلام برضو الكرايتيريا المهمه للديسشارج بتاعت الكرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا، اول حاجه بتبقى بيورولنت
يعني صديد صافي بس ما فيهاش ميوكويد، تمام؟ دي حاجه. حاجه تانية بتبقى سكنتي، يعني ايه سكنتي؟ يعني كميتها قليله مش كتير، مش بروفيوز. وايه تاني؟ الاودور بتبقى انبليجنت فيتد اودور، ريحته وحشه، تمام؟ طيب نبدا بقى نشرح في موضوع الكرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا. بيقول لك من اسمها كرونيك سابيرتيف، سابيرتيف يعني ايه؟ يعني فيها بس، تمام؟ يبقى بيرولنت لسه قايلنا دلوقتي. طيب وهو كرونيك، يبقى كرونيك بيرولنت انفلاميشن في انهي لايننج؟ من الميدل اير كليفت. بيقول لك في الميوكو بيريوستيال لايننج، يعني معدي الميوكس، تمام؟ وداخل على البيريوستيوم، وداخل كمان على البون، بعدين يعمل له ايروجن على حسب بقى هو سيف ولا انسيف. طيب طيب قال لك برده ايه؟ بيبقى في بريفوريشن في التيمبانيك ميمبرين، والاوتوريه او الاير ديسشارج ده بيبقى يا اما انترميتنت يا اما كونتينوس او بريزيستنس، يعني يا اما دائم يا اما متقطع، بيجي ويمشي ويجي ويمشي. طيب ده حاجه بتكتشفها من الهيستوري بتاع العيان. عندنا بقى ايه الكوزيتيف اورجانيزمز بتاعه الكرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا في العموم، سيف او انسيف. الموست كومون عندنا اثنين، السيودوموناس اريجونوزا، وعندنا كمان البروتياس سبيشيز، تمام؟ طيب ندخل بقى على التايبس بتاعه الكرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا، تمام؟ هم تو تايبس، واحد سيف وواحد انسيف. السيف تايب الاول اسمه ايه؟ تيوبو تيمبانيك ديزيز. طب والانسيف تايب؟ الانسيف تايب يا جماعه اسمه اتيكو انترال ديزيز. طيب ندخل الاول على السيف تايب. بيقول لك احنا ليه اصلا سميناه تيوبو تيمبانيك ديزيز؟ لانه بيبقى عباره عن انفكشن او انفلاميشن طالع من الاستوكيان تيوب، تمام؟ وبعديها رايح على منطقه الايه؟ التيمبانيك ميمبرين او اللي هو الايه؟ الاير درام، تمام؟ فبالتالي مستوى الانفكشن بيبقى هايبو تيمبانوم، يعني تحت مستوى الايه؟ التيمبانيك ميمبرين. شوف كده في الرسمه عشان تبقى واضحه برده اكتر. اهو التيوبو تيمبانيك او السيف تايب، تمام؟ من الكرونيك اوتيتس ميديا بيبقى انفكشن طالع من الاستوكيان تيوب، حلو؟ ورايح على منطقه التيمبانيك. بيبقى فين؟ فوق دي التيمبانيك يا جماعه، دي التيمبانيك فوقها ولا تحتيها؟ فوق هنا ولا تحتيها هنا؟ لا تحتيها، يبقى هايبو تيمبانوم، تمام؟ طيب شويه كرايتيريا اساسيه فيه برده. بيقول لك ان هو ما بيعملش بون ايروجن، مهمه جدا دي، ما بيعملش بون ايروجن، تمام؟ يعني هو داخل على البريوستيال لايننج بس ما بيعملش بون ايروجن، عشان كده بيكون ليس لايبل تو كوز كومبليكيشنز، ينتج عنه اثار يعني كتير وحشه خطيره بتبقى اقل، تمام؟ طيب وبيبقى ليميت زي ما قلنا للميوكو بريوستيال لايننج، ما بيعديش للبون يعمل له ايروجن، على عكس بقى الانسيف تايب او الاتيكو انترال. الاتيكو انترال يا جماعه الاول اسمه ليه اتيكو انترال؟ لان هو بيبدا في منطقه الاتيك، تمام؟ الاتيك دي يا جماعه هي المنطقه اللي فوق التيمبانيك ميمبرين، الاي بي، يعني فوق اي بي تيمبانوم، يعني فوق التيمبانيك ميمبرين، ويروح رايح على منطقه الانترم اللي موجوده في الماستويد. فاكرين الانترم كنا شرحناها قبل كده؟ المفروض يعني مشروحه قبل كده. الماستويد يا جماعه كانت ثلاث مناطق اساسيه، اكبر منطقه فيهم واللي فوق هنا دي اللي هي الانترم، تمام؟ فهو كان بيبقى طالع منين؟ اهو طالع من اهو، شايفين ده التيمبانيك ميمبرين، تمام؟ ده كده اي بي تيمبانيك، تمام؟ يبقى هو طالع اي بي تيمبانوم، تمام؟ من منطقه الاتيك ورايح وبيكمل امتداده والاكسبانشن بتاعه فين؟ في منطقه دي يا جماعه الماستويد، دي الكبيره دي كلها الماستويد، تمام؟ فهو بقى ايه؟ رايح على منطقه الانترم بتاعه الماستويد. والانسيف تايب يا جماعه، تمام؟ اسمه اتيكو انترال، وليه اسم مشهور اكتر اللي هو ايه؟ الكوليستيتاتوما، الكوليستيتاتوما، تمام؟ طيب اهو الكوليستيتاتوما، وهنفهم بعد شويه ليه اسمه كده، يعني او ليه بيسموه كده. هو عشان يعني في كوليسترول كريستالز، بيكون على شكل كوليسترول كريستالز او الاونيون كده، تمام؟ طيب كريتيريا اساسيه فيه ان هو بقى على عكس التاني بيعمل بون ايروجن. ليه؟ لانه بيعدي البريوستيال ليفل ويدخل على البون يعمل له ايروجن، وفي الحالات الخطرة قوي في الليت يعني بيبدا كمان يدخل على مناطق اساسيه زي الجنرال فورامين وكده، تمام؟ ويدخل بقى على الفينز والارتريس والحاجات الاساسيه دي، عشان كده بيكون مور لايبل تو كوز كومبليكيشن، عشان كده بنقول عليه انسيف. طيب اهو زي ما قلت لكم نفس الكلام بالظبط اللي شرحته على الصور. طيب ندخل بقى على اول نوع نشرحه بالتفصيل اللي هو السيف تايب، اللي هو التيوبو تيمبانيك ديزيز. طيب اول حاجه بيقول لك الباثولوجي بتاعته ان هو بيكون كرونيك، تمام؟ من سبيسيفيك انفلاميشن لانهي لايننج بالظبط؟ الميوكو بريوستيال. خلاص بعد كده هنبدا نقول ميوكو بريوستيال، لان خلاص عندنا الميوكو دخلنا في البريوستيال، تمام؟ في الميدل اير كليف طبعا، وبيعمل درام بيرفوريشن، بيرمننت درام بيرفوريشن، ما عشان كده بيطلع ايه؟ اوتوريا. طيب ايه الايتيولوجي، ايه المسبب بالمرض دي؟ قال لك ان هو في الغالب السيف تايب ده من الكرونيك اوتيتس ميديا بيبدا الاول على شكل اكيوت سابيرتيف اوتيتس ميديا، يعني هو اكيوت سابيرتيف اوتيتس ميديا، تمام؟ وراح متحول لايه؟ كرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا السيف تايب اللي هو الايه؟ تيوبو تيمبانيك. طيب السيمبتومز بقى مهمه جدا يا جماعه، وهي نفسها السيمبتومز بتاعه الانسيف تايب، يعني هتحفظ دي هتحفظ الثانيه. عندنا اول حاجه بيبقى فيه اير ديسشارج اللي هو الاوتوريا، يبقى يا اما كونتينوس دائم يا اما انترميتنت متقطع. ثاني حاجه هيجي تشيلك برده العيان من هيرنج لوس مش عارف يسمع. وايه ثاني؟ التينيتس. التينيتس يعني ايه؟ يعني تنتنه كده، سامع تنتنه في ودانه. طيب طيب ايه بقى الساينس اللي بتشوفها لما تيجي تكشف على العيان ده؟ اول حاجه هتعمل له تيونينج فورك تيست. اول ما تعمل له تيونينج فورك تيست هتلاقي عنده كوندكتيف هيرنج لوس، ما طبيعي التيمبانيك ممبرين مخرومه، تمام؟
طيب دي اول حاجه. تاني حاجه لما تيجي تعمل له سبيكيولم اكزامينيشن اي حاجه يا جماعه حاطه عليها نجمه بالاحمر كده مهمه هبعت لكم الفايل ان شاء الله. تمام. اول حاجه عندنا في السبيكيولم اكزامينيشن هنشوف الديسشارج اللي طالع ده الاوتوريه هنلاقيه ايه. ما خلص الكرايتيريا الاساسيه دي معروفه بروفيوز كتير ميوكو برولنت تمام يعني ميكويد وصديد واخر حاجه اللي هو اودورليس ما فيهوش ريحه. طيب تاني حاجه برده مهمه جدا انه الربشر او البرفوريشن اللي معمول في التمبانيك ميمبرين ده بيبقى شكله ايه. بيبقى لك ان هو بيبقى سنترال في البارس تنسا يعني ايه برده خلينا نشوف كده يا جماعه. لو قلنا مثلا ان هو ده التمبانيك ميمبرين تمام حلو دي البارس تنسا كل الحته دي كده البارس تنسا تمام ودي البارس فلاسيدا تمام والحواف اللي انا معلمه عليها دي الايه اللي هي الانيورس تمام. طيب لو قلت لكم بقى انه حصل دلوقتي سنترال رابشر في البارس تنسا فهنعمل كده مثلا هو الرابشر اهو تمام هو ده الرابشر تمام. الرابشر ده هل هو واصل للانيورس؟ لا مش واصل للانيورس. طيب هل هو محاط برمز اوف البارس تنسا؟ ايوه لسه في رمز اوف تمبانيك ميمبرين او البارس تنسا حواليه تمام. طيب ليه مش وصل يا جماعه للانيولس؟ مش وصل للانيولس لان السيف تايب اصلا مش بيعمل ايروجن للبون والانيولس امبيدد في البون فمش بيوصل للانيولس. يبقى زي ما قلنا بيبقى سنترال في البارس تنسا تمام بحيث ان هي تكون سراوند بكمبليت ريم اوف تمبانيك ميمبرين او كومبليت ريم اوف بارس تنسا عموما يعني وما بيعملش تشينج للانيولس لانها بتبقى امبيدد في البون والنوع ده مش بيعمل بون ايروجن تمام. حلو طبعا بتختلف في الشكل والحجم والايدجز طبعا ساعات بتبقى سموز ساعات بتبقاش سموز وكده واحنا كده عارفين ان بتبقى دايما هايبر ايميج لونها احمر يعني تمام. طيب ندخل بقى على الديفرنشال دايجنوزس. ممكن مثلا لو جالك العيان اللي هو السيف تايب ده وانت مثلا تعمل له ميس دايجنوزس لايه؟ للتروماتيك تمبانيك ميمبرين بيرفوريشن تمام؟ يعني ممكن تعمل ميس دايجنوزس وتقول ان عنده تروماتيك تمبانيك ميمبرين بيرفوريشن هو اصلا عنده ايه؟ السيف كرونيك اوتيتس ميديا تمام؟ طيب الانفستيجيشنز بقى اول حاجه هتعمل له بيور تون اوديومتري هتلاقي عنده كوندكتيف هيرنج لوس بس الكوندكتيف هيرنج لوس ده مايلد او مودريت خفيف او يعني نص نص مش تقيل يعني مش لو مش سامع خالص تمام. ليه بقى؟ لان حصل بيرفوريشن في التمبانيك ميمبرين. طب طبيعي ما انا لسه قايلين دلوقتي. طيب وايه تاني؟ حصل برضو امبيرمنت في الموبيليتي بتاعه الاوسيكلز. عارفين انتوا الثلاث عظيمات الصغيرين الموجودين في الميدل اير اللي هي الاوسيكلز. طيب الثلاث اللي هو المالس والانكس والستيبس تمام نتيجه ان الميدل اير مليانه ديسشارج اللي هو الميكيو برولنت ديسشارج والميوكس ميمبرين بيبقى ثيكند تخن كده تمام بيحصل اعاقه في حركه الاوسيكلز دي فبالتالي ما بتنقلش الصوت كويس. ولكن الحلو بقى ان هو سيف تايب فالاوسيكلز بتبقى ايه الاوسيكلز اصلا ده عضم تمام فبيبقى ايه انتاكت ما بيحصلوش ديسربشن ما بيحصلوش ايروجن ما بيتدمرش يعني تمام. طيب العيان برده هتعمل له سي تي سكان تمام. ليه بتعملوا سيتي سكان؟ عشان تشوف الاكستنت اوف ذا ديزيز قد ايه مثلا المرض ده متقدم يعني او لسه في حاله بدري او كده تمام. تعملوا برده كالتشر سنسيتيفيتي تيست وده مهم عشان تعرف نوع الاير ديسشارج وعلى اساسه تحدد الانتي بايوتيك اللي هتستخدمه تمام. يبقى مهم عشان تعرف الانتي بايوتيك اللي هتستخدمه عشان تعرف الكوزيتيف اورجانيزم بالظبط وتعرف هتحاربه بايه بالظبط تمام. طيب التريتمنت بقى يا جماعه التريتمنت في السيف تايب الاول بنبدا بكنترول يعني وقائي وبعدين لو الكنترول ما نفعش بنعمل اللي هو الايه السيرجيكال اللي هو الايه التيمبانو بلاستي. احنا التيمبانو بلاستي كنا اخدناها باسم تاني قبل كده اللي هي المايرينجيو بلاستي تمام. هي نفسها يا جماعه المايرينج كلمه مايرينج اصلا هي معناها باللاتيني التيمبانيك ميمبرين فتيمبانو بلاستي هي مايرينجيو بلاستي. ندخل في التريتمنت قلنا اول حاجه بتبقى وقائيه بنعمل كنترول للانفكشن ده لان ده سيف تايب عادي يعني ممكن تستخدم الاول ايه وسائل وقائيه وميديكال يعني. بيقول لك ايه اول حاجه بنعمل ريموفال للاير ديسشارج ده سواء بالسكشن او بالدراي موبينج ان احنا نحط حاجه ناشفه يعني زي قطن او كده نمسح بيها الديسشارج ده وتدي طبعا انتي سيبتيك اللي هو زي 2% استيك اسيد وتدي انتي بايوتيك اللي هو سواء كان ستيرويدال او غيره بس اهم حاجه ما يبقاش ايه اوتو توكسيك. اوتو توكسيك كلمه اوتو توكسيك يا جماعه يعني اوتو يعني اير وتوكسيك يعني حاجه هتعمل دامج للاير فاهم. حاجه الدروبس دي ما تبقاش اوتو توكسيك تمام. طيب الانتي بايوتيك ثيرابي قال لك مهم جدا تاخد بالك من الريزلتس بتاعت لسه دلوقتي سنسيتيفيتي والكالتشر تيست اهو قلنا ان انت تاخد بالك من السنسيتيفيتي والكالتشر تيست عشان تعرف نوع الاير ديسشارج عشان تعرف بالظبط الانتي بايوتيك اللي هتديه تحارب الاوكسيديف اورجانيزم ده تمام. نفس الفكره في النقطه 3 دي. طب رقم 4 بيقول لك ايه؟ لا افويد ري انفكشن اصلا. ازاي؟ ان انت تعمل تريتمنت للبريديسبوزنج فاكتور اللي مسبب اصلا السيف تايب اوف كرونيك اوتيتس ميديا ده. مش احنا اصلا يا جماعه في الايتيولوجي قلنا ان هو كان اكيوت سابيرتيف اوتيتس ميديا وراح متحول لكرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا سيف تايب. نفس الفكره بالظبط. انت شوف ايه اللي عمل اصلا الاكيوت سابيرتيف اوتيتس ميديا ده ممكن يكون ادينو دايتس او سينيوسايتس اللي هي البريديسبوزنج فاكتورز اللي عملت اصلا الاكيوت سابيرتيف اوتيتس ميديا ده وسببت لك انه قلب ليه كرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا. فعالج الاول الادينو دايتس او سينيوسايتس دي. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان احنا نمنع دخول الميه ات اول كوست ودي مهمه في اي حاجه وقائيه يا جماعه في الاير امنع دخول الميه تمام. ازاي؟ انه مثلا لما يجي يستحمى يحط حاجه على راسه هيد ووش او ما ينزلش بيسين مثلا في السويمنج او يحط هيد ووش برده عادي او يحط اير بلج اللي هي السدادات
سدادات الودن يعني، او نحط له اوينتمنت لوكال تريتمنت يعني، بس هيكون في قطنه بحيث انها تمنع برده ايه بكتيريا تدخل او كده. تمام. طيب قلنا بقى ان احنا عملنا بقى خلاص الحاجه الوقائيه، نلجا بقى للسيرجيكال اللي هي التيمبانوبلاستي او المارينجوبلاستي. قال لك ان المارينجوبلاستي دي بيكون ليها تو ايمز، هدفين. الهدف الاول علاجي هيلينج، الهدف الثاني ان احنا نحسن السمع تاني ونرجع السمع سليم تاني. تمام. الهدف العلاجي الاول ان احنا بنتخلص من الادكشن لاي ديزيز او دامج التيشو زي الجرانيوليشن او البوليبس الناتجه عن الايه الكرونيكوتيتس ميديا ده. تمام. بالنسبه للهيلينج ان احنا بنحاول نعمل ريكونستراكشن لاي حاجه بقى، اي حاجه ممكن تكون اتضررت، الميكوزا لايننج، الاوسكلز مثلا قلنا بيحصل امبيرمنت في الموبيلتي بتاعتها، كل الكلام ده بنحاول نعمله ريكونستراكشن بحيث ان احنا نحافظ على ميكانيزمه السمع في الميدل اير. تمام. طيب التيمبانو بلاس دي يا جماعه اساسيه كده كده تتعمل. الفكره هنا بقى ان انت هتعملها مع ولا مش مع اللي هي الايه الماستويد اكتومي، يعني ممكن تعمل التيمبانو بلاس دي مع الماستويد اكتومي او لا، على حسب. عندنا عمليه اسمها كورتيكال ماستويد اكتومي اوبريشن. تمام. العمليه دي بنعملها امتى؟ بنعملها لو السبل الوقائيه اللي احنا استخدمناها عشان يعني نعمل كنترول على الاوتوريه ده بحيث نخلي الديسشارج ده يقل او يتمنع نهائي خلاص ما نفعتش. تمام. اللي هي الكنترول اللي عاملين الشعر فوق ما نفعتش، فساعتها بنلجا للكورتيكال ماستويد اكتومي وبنعملها طبعا مع التيمبانوبلاستي او المارينجوبلاستي. تمام. يبقى العمليه دي بنسميها تيمبانوبلاستي ويز ماستويد اكتومي، وبنطلق عليها اسم كبير اللي هو الايه كورتيكال ماستويد اكتومي، وكمان شويه هنعرف ان ليها اسمين، يا اما كورتيكال ماستويد اكتومي او راديكال ماستويد اكتومي كمان شويه كمان. تمام. يبقى في السيرجيكال تريتمنت قلنا يا جماعه بس بسرعه كده تاني ان احنا بنعمل التيمبانوبلاستي سواء مع الماستويد اكتومي او لا. لو عملناها لوحدها يبقى كده السبل الوقائيه نفعت. طب التيمبانوبلاستي دي كان غرضها ايه؟ هيلينج وهيرينج. تمام. حلو. طيب لو السبل الوقائيه ما نفعتش يبقى التيمبانوبلاستي مش هتبقى لوحدها، لازم نعمل معاها الماستويد اكتومي، ساعتها هتبقى عمليه كبيره اسمها ايه كورتيكال ماستويد اكتومي، او ليها اسم ثاني هناخده كمان شويه راديكال ماستويد اكتومي. قلنا بنعملها لما السبل الوقائيه ما بتنفعش ان احنا نعمل كنترول على الاير ديسشارج ده. تمام. طيب الصور دي برده نفس الكلام، هنا بيوضح لك المارينجوبلاستي، واحنا كنا شرحنا بكده المارينجوبلاستي يعني مثلا لو ده التيمبانيك ممبرين وفي عندنا بيرفوريشن فيه، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط جرافت كده وراه زي كده مقسم كده كانه مقسم بياني كده ورا التيمبانيك ممبرين ده، ونبدا نعمل زي ما تقولوا كده قطع في الحواف بتاعه التيمبانيك ممبرين او قطع الحواف بتاعه البيرفوريشن ده بحيث ان البكتيريال سيلز تبدا تعمل مايجريشن وينمو يعمل هيلينج سريع يعني. طيب دي التيمبانوبلاستي او المارينجوبلاستي. تمام. ولكن بالنسبه لموضوع الماستويد اكتومي ف يعني مثلا لو عندنا مثلا اللي هو هنا مثلا اللي هو الكرونيك كوتايتس ميديا هنا اللي هي هنا مذاكرين اللي هو الكوليستيتوما. تمام. وهو طبعا بتبقى ريد ماس كبيره كده ومنتشره في كل حته وقاعده عماله تعمل بون ايروجن، شايفين ان انتوا البون باين ان هو فيها جامد كده ازاي. تمام. فاحنا محتاجين نستأصلها بقى، فبنستأصلها عادي جدا وبنظبط الدنيا يعني. تمام. وقلنا بنستخدم الماستويد اكتومي مع المارينجوبلاستي لو السبل الوقائيه ما نفعتش، ده في السيف تايب طبعا، لكن في الانسيف تايب بندخل عليها على طول. طيب ندخل بقى على الانسيف تايب اللي هو اسمه اتيكو انترال او الاسم الاشهر اللي هو الايه الكوليستياتوما. تمام. الكوليستياتوما، الكوليستياتوما دي يا جماعه صح افتكرت، خلينا نشرح لكم الاول على المقسمات كويس انا افتكرت. طيب بصوا يا جماعه اول واحد ده كنا شرحنا عليه قبل كده اللي هو لو احنا قلنا مثلا ان هنا دي الستيكن تيوب ودي الميدل اير وده الماستويد. تمام. لو قلنا مثلا ان في شويه ابيثيليال سيلز كده في الميدل اير اتجننت. تمام. هتحصل لها ايه؟ هيحصل لها ميتابليجيا، فحصل لها ميتابليجيا. تمام. فالميتابليجيا ده سبب ان هو بقت كريتونايت سكويمس سيل ابيثيليوم. تمام. يعني ده حاجه زي سكويمس سيل كارسينوما كده بس مش كارسينوما يعني، هي بقى ميتابليجيا وبعدين حصل ايه كريتونايت سكويمس سيل ابيثيليوم. تمام. فهيتسبب عنه ان هينتج زي ما تقولوا كده ساك شنطه كده كيسه كده كبيره او سيست كبيره كده من الكرياتين. تمام. طيب ده ثيوري يعني، دي نظريه للمرض لنشاه المرض يعني. تمام. نظريه ثانيه مثلا ودي الاقرب يعني اللي احنا بندرسه ومكتوب في الكتاب اللي هو مثلا لو افترضنا ان دي الاستوكن تيوب. تمام. وده الاكسترنال، دي الاوتر اير اهو الاكسترنال اوديتري كانال. تمام. وده يا جماعه الخط ده اللي هو التيمبانيك ممبرين. طيب ودي اللي هي الشامبر بتاعه الميدل اير. طيب طيب امسح بس كده عشان نتبان. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اللي بيحصل انه مثلا انفكشن جه في الاستوكن تيوب دي. تمام. فراح سدها، اول ما سدها يا جماعه الضغط طبعا المفروض على التيمبانيك ممبرين يكون متساوي ما بين هنا وهنا، ولكن اول ما ده اتسد هنا بقى الضغط بالنيجاتيف وهنا الضغط بالبوزيتيف. تمام. فده يفضل يضغط 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 على التيمبانيك ممبرين، والتيمبانيك ممبرين يبدا يعمل ريتراكشن 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 لحد ما بيقدرش، فبيحصل ايه؟ بيرفوريشن. يحصل بيرفوريشن. تمام. شوف البيرفوريشن اهو، حصل بيرفوريشن في التيمبانيك ممبرين. فاول ما حصل بيرفوريشن في التيمبانيك ممبرين تمام جه شويه بقى ايه سيلز كده مش مكانها اصلا مش في الميدل اير، كيراتين سيلز كده راحت متجمعه على الابيثيليوم بتاعه. تمام. عملت كيراتين برده نفس الكلام، كيراتين
ساج او اللي هو الايه الديسكوميتد كرياتين ساج. تمام. الكرياتين ساج دي يا جماعه بنطلق عليها اسم تاني اللي هو الايه بنطلق عليها اسم تاني اللي هو الكليستياتوما. تمام. الكليستياتوما. تمام. الكليستياتوما دي يا جماعه الكرياتين ماس دي مش بتقعد كده في حالها خلاص، لا تفضل تعمل اكسبانشن، تفضل تكبر تكبر تكبر. شايفين اهو هي الكليستياتوما اهي، تمام باينه في الصوره اهي. بيقول لك ان هي مش بتقعد في حالها كده، لا دي بتفضل تكبر وتكبر وتكبر وتوسع لحد ما تاخد الميدل اير كامله، وما بتقفش على كده كمان، دي بتروح طالعه عامله رابشر للتمبانيك ميمبرين، تمام، وداخله على الاوتر اير كمان، وكمان ليتر اون يعني في الحالات المتاخره جدا بتدخل كمان على الانر، المفروض ان الانر اير يعني معلش ده الاستوكن كيوب، المهم يدخل على الانر اير وتبدا كمان تعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، يعني مش كونتاكتيف بس، لا ده كونتاكتيف وكمان كونتاكتيف هيرنج لوس وكمان سنسوري نيورال هيرنج لوس. المشكله بس ان المشكله بس مش فكره ان هي بتفضل تعمل اكسبانشن، لا ده المشكله كمان انه بيحصل معاها سكندري انفيكشن، والبكتيريا اللي جايه مع السكندري انفيكشن دي بيكون محمله او موجود فيها اوستيوليتيك انزيمز. اوستيوليتيك انزيمز يا جماعه يعني انزيمات يعني بتكسر البون، بتعمل له ايروجن، فتفضل تعمل ايروجن لكل البون لحد ما توصل لمناطق اساسيه زي الجاجولار فورمن. تمام. طيب ده بالتفصيل يعني بالبلدي كده اللي هو ايه اللي هنشرحه دلوقتي، لو فهمتوه معايا خلاص الدنيا تمام. طيب ماشي، بيقول لك ايه، بيقول لك ان الكوليستياتوما دي هي عباره عن ايه، عباره عن وجود كريتينايزنج ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم في الميدل اير كريفت، بس في الرونج بليس، لانه اصلا مش طبيعي ان يكون موجود في الميدل اير كريفت زي ما قلنا، سواء نتيجه الثيوري الاولى ان يكون حصل ميتابليزيا، او الثيوري الثانيه انه يكون حصل انفكشن سد الاوستيكيان تيوب فقعد يعمل الضغط البوزيتيف هنا في الاكسترنال رودري كانال، قعد يضغط على التمبانيك ميمبرين لحد ما عمل له رابشر فدخل الكرياتين في الميدل اير في الرونج سكين برضو، وعمل بقى قاعد يعمل اكسبانشن مع السكندري انفكشن وعمل المضاعفات دي كلها. تمام. الباثولوجي يا جماعه اللي هي بتبقى كوليستياتوما على شكل ساك اللي هي كريتينايزد ساك. تمام. قال لك ان هي بتبقى لايند بحاجه وفيلد بحاجه، هو كده كده كله كرياتين. تمام. بس الفكره ايه، ان هي بتبقى لايند بكريتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. تمام. والسكين ده بنطلق عليه الماتريكس، يعني هي بتكون لايند بالماتريكس. تمام. طب وفيلد بايه، برده نفس الكلام كيراتين، بس الكيراتين ده بيبقى مترتب على شكل كونسنتريك شيتس اوف سكواميتد كيراتين. يبقى زي ما قلنا الكوليستياتوما دي او الماس الكبيره اللي عماله تكبر دي بتبقى اصلا في الاصل كلها كيراتين. تمام. يعني كيسه كيراتين، كيراتين ساك او كيراتين سيست، بس ايه الباثولوجي بتاعها، لما ناخد لها سلايد كده ونشوفها تحت الميكروسكوب بنلاقي ان هي متحاطه او لايند بحاجه اسمها ايه، حاجه اسمها ماتريكس. تمام. وجوه بيبقى اللي هو الديسكوميتد كيراتين ساك اللي بيبقى عامل شيتس كده او كونسنتريك شيتس. طيب شايفين شيتس 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 كده كتير على بعضها. طيب خلصنا كده. لا الحته دي انا قلتها لكم فوق يعني، بس برضو بيقول لك بقى ان هي ايه، بتكون بتكون الماسه الكوليستياتوما دي كلها على بعضها. ليه اصلا سميناها كوليستياتوما؟ لان هي تكون على شكل الكوليسترول كريستالز او على شكل حبه البصل كده الاونيون. تمام. طيب نفس الكلام expansion زي ما قلنا بتعمل بوليب وبعديها بقى ايه تبدا تعمل انفيجن وبليدنج. طيب البيهيفير بتاعها بقى زي ما قلنا الكوليستياتوما ساك دي بتبدا او الكرياتين ساك دي بتبدا تعمل اكسبانشن جراديوالي نتيجه ايه، الاكيوميليشن اوف ذا كرياتين بيبدا يتجمع كده مع بعضه كده نتيجه الانفكشن، بيبدا يحصل له ريبيتيشن، يعني الواحد مش بيحصل له انفكشن مره واحده بس لاكتر من مره. تمام. فكل مره بيحصل له انفكشن الكرياتين ده بيبدا يعمل ايه، يعمل اكيوميليشن ويتجمع اكتر على بعضه، فبتبدا الماس دي او الكوليستياتوما ساك دي تكبر اكتر واكتر. المشكله مش بس كده زي ما قلت لكم، المشكله في السكندري انفكشن اللي مصاحبها. تمام. ليه بقى السكندري انفكشن ده بيكون محمل بانزيماتيك اكتيفيتي، او السكندري بكتيريا الانفكشن ده بيكون زي ما بتقول كده فيه اوستيوليتيك انزيمز. تمام. تمام. فبيساعد على الايروجن اوف ذا سراوندنج بونز لحد ما الدنيا تخطر قوي يوصل ل امبورتنت ستراكشر زي الجاجر. تمام. فورمن سكندري افكتس يا جماعه، قال لك ان الاكتيف اكسبانشن اوف ذا كوليستياتوما ممكن كمان يعمل ديستراكشن في الاوسكلز الموجوده في الميدل اير، خصوصا اللونج بروسيس بتاع الانكس اللي هي العظمه اللي في النص، وده ممكن ينتج عنه كومبليكيشنز كتير، اولهم طبعا ايه الهيرنج لوس. تمام. طيب السيمبتومز بقى نفس الكلام، نفس بالظبط السيف تايب، نفس الكلام بالظبط، اوتوريا بتبقى كونتينوس وانترميتنت، بس في الاغلب بتبقى ايه كونتينوس. تمام. نتيجه البكتيريا انفكشن اوف ذا كرياتين وهيرنج لوس وتينيتس. الساينس بقى يا جماعه نفس الكلام، بتيجي تعمل له التيونينج فورك تيست تلاقي عنده كونداكتيف هيرنج لوس، ما طبيعي يا جماعه في ماس عماله تكبر في الميدل اير، طبيعي جدا يبقى في كونداكتيف هيرنج لوس. طيب ايه تاني، لما تيجي تعمل له السبيكولوم اكزاميشن دي مهمه، الاوتوريا يا جماعه نفس الكلام، الكرايتيريا الاعتياديه بيرولنت، يعني لا هي ميوكويد ولا ميوكو بيرولنت، وبتبقى اوفنسيف. ليه اوفنسيف يا جماعه؟ اوفنسيف يعني عدائيه اجريسيف، لان هي بتعمل اوستيتس. تمام. اوستيتس اوفنسيف هنا يا جماعه المقصود بيها ان هي مش اجريسيف بس في الاكشن بتاعها، لا ده كمان لما بتيجي تطلع
بتبقى ريحتها وحشه. ليه بقى؟ لان اصلا بيحصل اوستايتس. اوستايتس يعني دامج او او او, أو نيكروتيك بون، دامج او نيكروتيك بون، تمام؟ يعني احنا قلنا ان الانسيف تايب بيحصل فيه ايروجن فبيحصل فيه اوستايتس. فالاوستايتس ده يا جماعه لما بيختلط مع الديسشارج ده بيعمل له ريحه وحشه، بيخليه اوفنسيف او انبليجنت او فيتد، كنا اخدناها فوق، تمام؟ هناخدها بعدين. المهم يعني هي موجوده فوق. طيب وايه تاني؟ بيبقى برده اسكانتي، يعني نيفر بروفيوز، كميته قليله، تمام؟ طيب بالنسبه للتيمبانيك ميمبرين بيرفوريشن، مهمه برده النقطه دي جدا. احنا كنا اخدنا في سيف تايب ان هي بتبقى سنترال في البارس سنسا، حلو. طب هنا المره دي ايه؟ حاجتين، بيبقى اتك في البارس فلاسيدا، يعني موجود في منطقه الاتك في البارس فلاسيدا، وبيبقى مارجنال في البارس سنسا او في البوستيرور سوبيريور بارت، بحيث ان هو ايه بقى على عكس الثاني، لا بيعمل ريتشنج للانيولس لانه بيعمل بون ايروجن عادي جدا، تمام؟ وما بيبقاش سراوندد بكمبليت ريم اوف تيمبانيك ميمبرين. يعني لو اخدنا مثلا يا جماعه كده، فهو مثلا بيبقى موجود هنا في الاتك في البارس فلوسيدا، وممكن كمان يكون مارجنال. بصوا شايفين مارجنال ازاي؟ مارجنال في البارس تنس او في البوستيريور بارت، بحيث ان هو بيكون عادي جدا داخل على الانيولس ومش متحاط كله بالريمز اوف ايه؟ تيمبانيك ميمبرين، مش كله بس الجزئيه دي بس، تمام؟ ايه تاني؟ تمام. تالت حاجه بيقول لك برده ان الماس دي ذات نفسها اللي هي الكولوستياتوما دي بيكون شكلها جريش، بتكون لونها رمادي كده، وبتكون مليانه بيرلي وايت شيتس اوف كيراتين، من اصلا اساسها ايه؟ كيراتين، تمام؟ سواء الماتريكس اللي هو اللايننج او الشيتس اللي جوه اللي هي بتاعت الكيراتين. الانفستيجيشن بقى يا جماعه، اول حاجه هتعمل له بيور تون اوديومتري، هتلاقي عنده سيفير على عكس الثاني كان مايلد او مودريت، ده سيفير كونكتيف هيرنج لوس. ليه؟ لان الموضوع بس ما اقتصرش ان هو بعديها عمل بروفريشن للتمبريك ميمبرين، لا ده كمان في الميدل اير دمرها، عمل نيكروزس للاوسكلز، عمل اوستايتس، تمام؟ بالذات اللي هي الانكس. ولما تيجي تعمل له سي تي سكان عشان تشوف بس اكيوريتلي الاكستنت بتاع الكريستاتوما، اتضخمت قد ايه، عملت اكسبانشن لحد قد ايه، وصلت لايه، والكومبليكيشنز قلنا لكم ايه اخطرها، ان هو يوصل للجبرال فورامين، تمام؟ تعملوا طبعا كالتشر سنسيتيفيتي زي ما قلنا عشان تدرس الاير ديسشارج ده، ونشوف الانتيبيوتيك المناسب اللي هتديه له. هو مش هنستخدم اصلا انتيبيوتيك تريتمنت هنا، بس هو ايه لازم، مهم برده تعرف نوع الاورجانيزم ونوع الانفكشن عشان على الاقل زي ما اقول كده نخلي بالنا من البريدسبوزنج فاكتور. بس علاجها عموما ما فيهوش يعني ايه انتيبيوتكس. التريتمنت يا جماعه زي ما قلنا لكم سيرجيكال ريموفال، ما فيهوش ميديكال تريتمنت، ولا استخدم منها هيبقى بس عشان تخلص من البريدسبوزنج فاكتورز يعني. طيب عندنا بقى ايه، قلت لكم على طول ندخل في الايه، الماستويد اكتومي. فيها نوعين، النوع الاولاني الكلاسيكال والنوع الثاني الموديفايد. الاثنين راديكال، راديكال ماستويد اكتومي. النوع الاولاني كلاسيكال والثاني موديفايد. الكلاسيكال راديكال ماستويد اكتومي دي يا جماعه الغرض من عمايلها ان احنا، او يعني الايم بتاعنا ان احنا مش هنحافظ خالص على الهيلينج. الهم بتاعنا هنا ان احنا نحافظ على صحه الانسان ده وخلاص، يعني بسرعه، على الجو بسرعه، لان الحاله دي بتبقى في الحالات المتاخره جدا. مش مهم بقى هنعمل بريسيرفنج للهيرنج، هنحافظ على سمعه ولا سمعه هيتدمر خلاص، مش هيمشي بهيرنج جيت طول حياته، مش مهم. النقطه دي مش مهمه دلوقتي. المهمه دلوقتي ان احنا نخلي الميدل اير كليفت منطقه سيف ودراي، تمام؟ مش مهم بقى هنحافظ على الهيرنج ولا لا، ده في الايه، في الكلاسيكال راديكال ماستويد اكتومي. فبنعمل ايه؟ بنعمل ريموفال للماستويد اير سيلز، وبنعمل ريموفال للاوسيكلز كمان، تمام؟ يبقى بنعمل ريموفال للماستويد اير سيلز، وبنعمل ريموفال للاوسيكلز معاها، تمام؟ وبعدين نبدا نعمل ريكونستراكشن وكونفرجن للهول ميدل اير، بحيث ان احنا نعرف نفت الماستويد اير سيلز وكمان الاوسيكلز في سنجل كافيتي، بحيث ان احنا برضو نخلي بالنا ان الفنتليشن والدرينج سليم بعلاقته بالايه، بالاكسترنال اوديتري كانال. طب في نقطه برضو مهمه جدا كده انا معلمه عليها، اللي هو بيقول لك لما تيجي تعمل ريموفال للاوسيكلز خلي بالك ما تعملش ريموفال للستيبس، يعني اعمل ريموفال لكل الاوسيكلز ما عدا الستيبس. ليه بقى؟ لان الستيبس يا جماعه اصلا متصله بالاوفال ويندو اللي هي ايه، جزء من الانر اير. فلو انت شفت الستيبس هتعمل خرم كده في الاوفال ويندو هتفتحه، فممكن يعمل سبريد انفكشن للانر اير، تمام؟ طيب ده كان الكلاسيكال راديكال ماستويد اكتومي. امتى بنستخدمه؟ الانديكيشنز بتاعته لو اكستنسيف كوليستياتوما، يعني حاله متاخره جدا والكوليستياتوما دي او الكيراتين ده كبير جدا جدا، فساعتها بقى بنعمل تدخل سريع، مش مهم بقى الهيرنج هنعمله بريزرفيشن ولا لا. تاني حاجه لو هو كومبليكيتد كرونيك سابيوريتيف فوتايتس ميديا، يعني حصل نتج عنده كومبليكيشنز كتير، تمام؟ حالات متاخره يعني زي ما قلت لكم. النوع الثاني بقى من الماستويد اكتومي هنا اللي هو الموديفايد راديكال ماستويد اكتومي، تمام؟ النوع ده بقى الغرض منه ان احنا المره دي نعمل بريسيرفنج للهيرنج، وده بيبقى في الحالات المتقدمه، يعني الورم او الكلوستياتوما ما كبرتش قوي، ما عملتش اكستنشن كتير قوي يعني، تمام؟ وده زي ما بنقول كده الاوبريشن اوف تشويس، يعني اللي هو بنلجأ ليه لو في بوسيبل ان احنا نعمله اوبريشن اوف تشويس، تمام؟ لو في بوسيبيليتي ان احنا ننفذها ننفذها، لو ما فيش والحاله متاخره بنعمل الكلاسيكال، تمام؟ طيب بنعملها ازاي بقى؟ هاو بيقول لك ان احنا بنحاول قدر الامكان نحافظ ونجمع، نجمع الاول كل الهيلثي ريمننتس سواء من التمبريك ميمبرين او الاوسيكلز، ونعملها بريزرفيشنز نحافظ عليها، تمام؟ كل الاجزاء السليمه منها نحافظ عليها، تمام؟ طيب واللي اتكسر بقى نعمل له ريكونستراكشن للميدل اير
كوندكتيف هيلينج ميكانيزم، سواء كانت الاوسيكلز او الايه التمبانيك ممبرين او اي حاجه بقى الميكوزا ليرنج او اي حاجه اتدمرت يعني في الموضوع ده. تمام؟ ازاي بقى؟ عن طريق زي عمليات كتير زي التيمبانوبلاستي والماستويد اكتومي وكده. تمام؟ فالاوبريشن دي بتبقى عباره عن تيمبانوبلاستي بلس ماستويد اكتومي، اللي هي كنا سميناها فوق ايه؟ كنا سميناها فوق الكورتيكال ماستويد اكتومي. يبقى زي ما قلت لكم ليها اسمين، كورتيكال ماستويد اكتومي او موديفايد راديكال ماستويد اكتومي. تمام؟ انديكيشن امتى يا جماعه؟ لو الكوليستوما دي ما عملتش اكستنشن كتير قوي، ما عملتش ديفيوز كتير قوي، لسه ريكولايزد، ممكن نحددها في منطقه معينه، فبنحاول ان احنا نقصها او نشيلها بالماستويد اكتومي ونعمل تيمبانوبلاستي، نصلح الحاجات الهيلثي بقى بحيث ان الهيرنج يفضل سيرفيسابل لسه موجود يعني. تمام؟ ودي زي ما قلنا الاوبريشن اوف تشويس بنحاول نعملها لو في امكانيه. طيب كده الحمد لله خلصنا اول موضوع معانا، هو اكبر موضوع. باقي الموضوعات يا جماعه بجد كل واحد ممكن ناخد فيه 5 6 دقائق، مش هنكتر عن كده. تمام؟ طيب الموضوع اللي معانا بقى اللي هو اللونجيتيونال تيمبرال بون فراكشر، ايه الايتيولوجي بتاعه؟ البون فراكشر اصلا في البيزوس سكال بيحصل لو انت تعرضت لسيفير هيد تروما، سواء كان بقى كارد اكسيدنت او انت وقعت مثلا من هايت عالي قوي. تمام؟ طيب الانسيدنس قال لك انه اللونجيتيونال بيحصل اكتر من التيمبو الترانسفيرس باربع مرات، يعني الريشيو ما بينهم 4 to 1. يبقى قلت لكم اللونجيتيونال اكتر والترانسفيرس، لا اللونجيتيونال اكتر باربع مرات من الترانسفيرس. تمام؟ فرصه انه يحصل اكتر يعني. طيب ايه تاني؟ يبقى هوم ورك من خلاص. الباثولوجي بقى الفكره هنا، انا هبص اشرحها على الرسم الاول. هو بيقول لك ان الفراكشر لاين بيكون بارالل للونجيتيونال اكسس بتاع البيترس بون. بصوا دي التيمبرال بون يا جماعه. تمام؟ هي عظمه بالعرض كده اهي. تمام؟ طيب اللونجيتيونال اكسس بتاعها هيبقى كده. تمام؟ فهو بقى ايه الكسره دي البيترس بارت بتاعها يعني. تمام؟ ده البيترس بارت بتاع التيمبرال بون، فهو بيبقى الكسر بارالل او الفراكشر بيبقى بارالل للونجيتيونال اكسس بتاع البيترس بارت بتاع التيمبرال بون. تمام؟ فبالتالي لما تيجي تتكسر بتروح مأثره على مين؟ التيمبانيك ممبرين والميدل اير والاكسترنال كانال. طيب على عكس الترانسفيرس فراكشر، الترانسفيرس فراكشر يا جماعه زي ما شرحناها في الجدول فوق اول حاجه خالص في المحاضره، لو حصل ترانسفيرس فراكشر كده هيروح مأثر على مين؟ هيروح مأثر على الانر اير. تمام؟ طيب لكن ده بيأثر على الاوتر والميدل. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى، اول حاجه هيجي لك العيان هتاخد منه هيستوري اوف تروما، يعني تعرض لحادثه عربيه او وقعه زي ما قلنا من مكان عالي، وبعدين تعمل له سبيكيولم اكزامينشن والتيونينج فورك. طبعا سبيكيولم اكزامينشن الاول يا جماعه هتلاقي، طبعا تخيلوا انت بونه اتكسرت يا جماعه، البونه اصلا حد البون لما بيتكسر بيبقى حد شارب، فتخيل دخل على الميدل اير والاكسترنال اودري كمان، هيعمل لاسيليشن. تمام؟ هيخدش السكن طبيعي جدا اوف ذا اكسترنال اودري كانال، ومش بس كده ده هيخدش السكن جامد باللاسيليشن وهيعمل رابتشر اوف ذا تيمبانيك ممبرين. تمام؟ طيب ايه تاني؟ الاوتوريه الدستشارج بقى هيبقى بلادي، ليه؟ نتيجه اي وبي اللي احنا سالناهم دلوقتي، ايه اللي هو حصل؟ عمل خدش او لاسيليشن حاد في السكن بتاع الاكسترنال كانال وعمل كمان رابتشر للتيمبانيك ممبرين، فبالتالي الدستشارج بارير هيبقى بلادي، في بلاد، ممكن كمان يكون في سي اس اف يعني ووتري كده وفي بلاد الاثنين، ليه؟ لان اصلا انت كسرت حته من البيز اوف سكال، فطبيعي جدا سي اس اف ينزل ويعمل ديسشارج بلي. تمام؟ طيب لو جيت تعمل له تيننج فورك تيست هتلاقي عنده كوندكتيف هيرنج لوس، ليه؟ نتيجه الحاجات اللي سالناها دلوقتي، رابشن اوف ذا تيمبانيك ممبرين، وكمان ان هو دخل على الميدل اير وممكن يكون عمل ديسربشن في الاوسيكلز، يعني الاوسيكلز ما فضلتش في مكانها الانتاكت كده، لا عمل ديسربشن في اماكنها يعني. بيقول لك برده ممكن ينتج عنه بس ده انكومون يعني نادر، يعني انه ممكن يعمل فيشال نيرف باراليسيس في الكرينيال نيرف السابع اللي هو الفيشال، يعمل فيه باراليسيس، ولكن حتى لو حصل بيبقى ديليد متاخر وبارشل مش كومبليت يعني. تمام؟ طيب العيان ده برده هتعمل له انفستيجيشن سيتي سكان عشان تشوف الفراكشر لاين بالظبط، كسر البونه في انهي حته بالظبط، ودخل في اماكن ايه وعور ايه وعمل ايه بالظبط، الاسوشيتد انجريز يعني دخل على الميدل اير عمل فيها ايه، الاكسترنال اودري كان عمل فيها ايه، لاسيريشن وكده. تمام؟ تعمل له برده بيور تون اوديومتري هتلاقي عنده كوندكتيف هيرنج لوس، ليه؟ لان سالنا دلوقتي رابشر اوف ذا تيمبانيك ممبرين وانه عمل ديسربشن في الاوسكلز. تمام؟ قلناها فوق. التريتمنت بقى يا جماعه بتبقى اول حاجه وقائيه او كونسرفيتيف، شبه جدا لو حصل رابشر في التمبريك ممبرين، بتدي له بروفلاكتيك انتي بايوتكس واللي هو ايه نوت جيت ويت ات اول كوست عشان ما يحصلش انفكشن. تمام؟ دي كنا خدناها قبل كده. طيب لو حصل انه في سي اس اف اتسرب وبدا يطلع في الاير ديسشارج، ساعتها بتنصحه بيد ريست ان هو يرتاح على السرير ويخلي راسه مرفوعه، يعني حط مخدتين او ثلاثه كده فوق راسه عشان راسه تكون مرفوعه، وافويد ستريننج، ما تتعبش نفسك يا حاج، ما تعملش اي حاجه فيها بذل جهد. تمام؟ وطبعا عادي جدا بنعمل دريسنج الاير وان لو حصل سيريشن او كده بستيرايل، حاجات ستيرايل يعني، وندي له بروفلاكتيك سيستميك انتي بايوتكس، ونخلي بالنا ان هي تعمل كروسنج للبلاد برين بارير، لان قلت لكم لو السي اس اف اتسرب فممكن جدا يكون انفكشن برده دخل للبرين، فندي له بروفلاكتيك سيستميك انتي بايوتكس تعدي البلاد برين بارير عشان تقضي على الانفكشن ده. السيرجيكال تريتمنت يا جماعه بنعمل ريبير للتمبانيك ممبرين ازاي؟ طبعا بالتمبانوبلاستي معروف، ونعمل برده اوسكلز يعني نعمل سيرجيكال تريتمنت للاوسكل ديسربشن ده نخليها انتاكت في مكانها طبيعيه تاني، ولو حصل ده اون كومن اللي هو الفيشال باراليسيس بنعالجه برده، وزي ما قلت لكم سيربرال سباينال فلويد ليك نفس
الكلام مديله بروفلاكتيك انتيبيوتكس بتعدي البلود بين بارير، كل الكلام ده سائلينه لو الايه الاوتوريا لسه بريسيستنس ومش عايز توقف خالص ولسه التعب موجود، ساعتها متدخل سيرجري. تمام، اخر حاجه معانا مش اخر حاجه يعني، بس المهم يعني خلاص قربنا نخلص الجلوباستيومر او ليه مسمى تاني اللي هو الايه الكيمودكتوما او اللي هي الايه الاسم الاشهر كمان اللي هو الباراجانجليوما. تمام، الجلوباستيومر ده يا جماعه قال لك ان هو تيومر بيجي في المرحله المتاخره من السن من 40 ل 50 سنه وبيكون مور كومن ان فيميلز، يعني في الفيميلز اكتر من الميلز. طيب الاوريجين بتاعه ايه بقى او بيطلع منين التيومر ده؟ قال لك ان هو بيطلع من النون كروموفين باراجانجليونيك تيشو، عشان كده سميناه الباراجانجليوما. تمام، طيب اللي هي اصلا عباره عن كيمو ريسبتورز. فقال لك بقى ايه هو بيطلع من او اساسه من النون كروموفين باراجانجليونيك تيشو. طيب هو بيبقى موجود فين بقى، بيلاي فين؟ قال لك ممكن يكون موجود في البرو مونتري او في الجاجولار الجاجولار بلب. ماشي، البرو مونتري او الجاجولار بلب. باختصار كده يا جماعه ايه هي البرو مونتري او الجاجولار بالب؟ البرو مونتري يا جماعه ده يعني احنا عارفين ان في الانر اير بيبقى فيه الكوبيولس، الكوبيولس دي بتبقى تقريبا لفتين ونص او ثلاث لفات على حسب من الانسان للتاني، واحده اثنين ثلاثه تمام او اثنين ونص هكذا. المهم يعني ان في اللفه الاولى بيقول لك ان في اللفه الاولى بيبقى فيه هولو، تمام، حاجه هولو كده جروف نازل اسمه البرو مونتري، بيبقى موجود في الميدل اير. فالجلوموس الجلوموس ساعتها او التيومر ده بينمو في المنطقه دي، تمام، في منطقه البرو مونتري دي، فبيبقى اسمه ساعتها ايه الجلوموس تيمبانيكم. والاسماء مهمه يا جماعه، هقول لكم بعدين ليه. تمام، هقول لكم بعدين ليه، لان في نقطتين كمان مهمين. طيب الجاجولار بالب بقى ممكن يكون برده في منطقه الجاجولار بالب. ايه منطقه الجاجولار بالب؟ هي منطقه موجوده جنب الفلور بتاع الميدل اير، بيبقى فيها فينس ستراكشر كبير كده في الميدل اير اهو، شايفينه المفروض مكمل كده. تمام، هو ده الجاجولار بالب، موجود في الفلور بتاع الميدل اير وبينمو عليه، شايفين اللي هو التيومر اهو الجلوميوس جاجولاري اهو، التيومر اهو شايفين اللي هو الحاجه المحببه دي الحمراء دي. تمام، هو اصلا لونه ريد، كل ما هنشوف دلوقتي هنقول لونه ريد اهو شايفين. وده في التيمبانيكم، تيمبانيكم اهو نامي اهو، شايفين الكوكيولا في الفيرست تيرن بتاعتها تحت في البرومونتري. تمام، طيب الباثولوجي بقى يا جماعه اشهر حاجه عنه ان هو بيبقى هايلي ماسكولار بيناين تيومر. هو بيناين اه بس اجريسيف جدا البيهافير بتاعه يا جماعه، قلنا على الرغم من انه تحت الميكروسكوب بيكون بيناين الا انه اجريسيف وديستركتيف جدا. تمام، لوكال يعني على الاقل في المنطقه اللي هو فيها يعني. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى الاوتولوجيكال مانيفيستيشنز، العيان جاي لك بيشتكي من ايه؟ واشهر حاجه عشان كده حط عليها نجمه انه بيجي يشتكي لك بيقول لك انا عندي بولسيتنج تينيتس، يعني ايه؟ يعني بيقول لك انا حاسس بتنتنه نبض كده كان في حاجه بتنبض في وداني، وهو فعلا نبض يا جماعه، هايلي فاسكولار هايلي فاسكولار، كان الفيزلز عماله بتنبض جوه في ودانه. وده يا جماعه الايه؟ الايرليست مانيفيستيشن اوف جلوماس تيمبانيكم، عشان كمان شويه هقول لكم ايه الايرليست مانيفيستيشن اوف جلوماس جاجيولاري. تمام، الايرليست مانيفيستيشن بتاع الجلوموس تيمبانيكم غير الايرليست مانيفيستيشن اوف جلوموس جاجيولاري. تمام، طيب هيجي اشتكي لك من ايه تاني؟ البلادي اوتوريه في ريستشارج ومعاه بلاد، ليه؟ نتيجه البروفيشن بتاع التيمبانيك ممبرين، ما هي ممكن تكبر وتعمل بروفيشن للتيمبانيك ممبرين. السبيكيولوم اكزاميشن يا جماعه هيفرق هل حصل، هل هو يعني هل هو جاي لك قبل ما يحصل بيرفوريشن في التيمبانيك ممبرين ولا جاي لك بعد ما حصل بيرفوريشن؟ لو جالك قبليها في البدايه يعني لسه التيمبانيك ممبرين انتاكت، هتلاقي ريد ماس تمام وعامله سان رايزنج ابييرنس. طيب ولما تيجي تعمل كومبريشن على الماس تضغط عليها بتعمل بلانشنج، يعني ايه بلانشز اون كومبريشن؟ يعني او بتضغط عليها كده هي اصلا لونها احمر، او بتضغط عليها تلاقيها بيضه بتقلب ابيض او بتضغط عليها. تمام، بلانش اصلا بالفرنش او لاتيني يعني اللي هي ابيض يعني. تمام، فهي بتبيض او بتضغط عليها او بتعمل كومبريشن عليها. بتدرس طبعا الحاله دي بنيوماتيك اوتوسكوب او السيجل سبيكولوم، دي كنا خدناها في العمليه قبل كده، هو شكله بيبقى كده، بيبقى سبيكولوم من الناحيه دي والسايد الثاني بيبقى رابل بالب كده بتساعدك يعني. تمام، الساين دي اسمها ايه يا جماعه؟ البراون ساين. يبقى لو قلت لك ايه البراون ساين، البراون ساين هو لو عملت كومبريشن على الريد ماس، الريد ماس دي هيحصل لها بلانشنج. تمام، هي دي البراون ساين، تبقى موجوده فين؟ طبعا نسيين دلوقتي في الجلوماس تيومر، ما تنسوش. طيب انا لسه نسيت. طيب ايه تاني يا جماعه؟ البراون ساين مهمه جدا، هي نقطه انا معلمه عليها. طيب بيقول لك بقى ايه لو جالك بعديها بقى، انت عملت له سبيكولوم اكزاميشن بس هو جاي لك بعد ما حصل بيرفوريشن للتيمبانيك ممبرين، هتبقى برده ريد فاسكولار ماس عادي جدا، وبتبقى المره دي ظاهره بره الميدل اير في الاكسترنال اوديري كانال. بس في حاجه مهمه جدا يا جماعه، دي برده نقطه مهمه، دي كلها مهمه يا جماعه. تمام، نقطه مهمه بيقول لك ايه؟ ان لما بيحصل بيرفوريشن للتيمبانيك ممبرين وتطلع في الاكسترنال اوديري كانال بتبدا تعمل بليدنج بورفيوزلي اون تاتش، يعني لو العيان دخل ايده وعمل مانيبيوليشن في الجلوماس ماس دي يعني هيحصل بروفيوز بليدنج بشكل فظيع مش هتعرف تتحكم فيه. فعشان كده واحده من الكونترا انديكيشنز بتاع الجلوماس تيومر، اوعى 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 تعمل بايوبسي. انت مثلا جالك عيان وفي ماس عماله تكبر وطلع لك في الاكسترنال اوديري كانال، اوعى تاخد منها لو انت شاك ان هي جلوماس. تمام، عملت لها كومبريشن وطلع بلانشنج وهي ريد وسان رايزنج ابييرنس وكل الكلام ده، اوعى تاخد بايوبسي، لانك لو خدت بايوبسي اول ما هتقطع حته منها هتعمل بليدنج بروفيوز لان هي هايلي فاسكولار، ممكن يروح منك العيان اصلا. تمام، خلي بالك يعني كونترا انديكيشن مهم. طيب
طبعا هيجي لك بهيرنج لوس، بس الهيرنج لوس ده ايه؟ بيقول لك ان هو بيبقى جراديوال بروجريسيف، يعني هو في البدايه بيبقى كوندكتيف تمام، لان هي ايه بتكون موجوده في الميدل اير، اول ما تبدا تكبر لحد ما تعمل هنا التمفانيك ميمبرين تمام، تعمل البروفروجن او اللي هو الايه تقطع التمفانيك ميمبرين، فكده لسه ماشيه في موضوع الكوندكتيف. طب بعديها بقى ايه؟ بتبدا تعمل انفيجن كمان في الانر اير، هنا الانر اير تمام. يعني بتعمل هي بتبدا في الميدل بتعمل انفيجن في الاوتر والانر، لما تبدا تعمل انفيجن في الانر بيجي لك كمان بميكسد هيرنج لوس، يعني ايه كوندكتيف هيرنج لوس وسنسري نيورال هيرنج لوس، الاثنين بيجي لك بالاثنين تمام. يبقى هي جراديوال بروجريسيف هيرنج لوس كوندكتيف و ميكس كوندكتيف عندي ميكس الاثنين يعني تمام. نيورولوجيكال مانيفيستيشن بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العيان المشاكل اللي بتنتج عن الجلوماس تيومر ده، العيان بيحصل له حاجه اسمها جاجيولار فورامين سندروم، ودي مهمه جدا. الجاجيولار فورامين سندروم ليه يا جماعه؟ احنا قلنا دلوقتي ان الجلوماس تيومر ده بيفضل يكبر يكبر ويوصل لكل حته لحد ما يوصل للجاجيولار فورامين، وياثر على النيرفس والفينز الموجوده فيها مهمه جدا، زي الكرينيال نيرف التاسع والعاشر وال11، ويعمل لهم باراليسس، ودي يا جماعه تعتبر الايرليست مانيفيستيشن اوف ذا جلوماس جاجيولاري. يبقى انا دلوقتي اخدنا تو ايرلي مانيفيستيشنز اوف ذا جلوماس تيومر، واحده تبع التيمبانيكم وواحده تبع الجاجيولاري. التيمبانيكم قلناها ايه؟ قلناها البالسيتنج تانيتس، اهي البالسيتنج تانيتس قلت لكم، تينيتس معلش تينيتس قلت لكم مهمه جدا، ولكن النوع الثاني اللي هو الجلوماس الجلوميولس جاجيولاري الايرليست مانيفيستيشن بيه اللي هي الجاجيولار فورامين سندروم، ودي نيورولوجيكال تمام. برضه ممكن يجي لك بفيشل اللي هو العصب السابع والهايبرلوس العصب ال12 باراليسس فيهم، بس ده ليتر اون يعني متاخر شويه. الاول بيحصل السندروم اللي هي الجاجيولار فورامين. الانفستيجيشن بتاخد طبعا سيتي سكان عشان تشوف الاكستنشن بتاع التيومر ده لحد ايه، وتعمل ام ار اي طبعا وانجيوجرافي وام ار انجيوجرافي عشان تتاكد من الدياجنوز بتاعك ان هو فعلا جلوماس تيومر، وتشوف اللي هي الفيدنج فيزلز طبعا اللي هي زي الجاجيولار فورامين الحاجات الاساسيه دي، والكرينيال نيرفز العاشر والتاسع وال11 تمام. مهم جدا يا جماعه النقطه دي مهمه جدا، البايوبسي بيتر افويدد تمام. ليه؟ لانك لو اخدت بايوبسي هيحصل بروفيوز بليدنج مش هتعرف تتحكم فيه. التريتمنت مفيش كلام كتير، ندخل على طول نعمل سيرجيكال اكزيشن نقطع الجلوميوس دي او الجلوميوس تيومر دي ونشيلها خالص من الجسم. بيقول لك ايه؟ بقى قبليها بتعمل امبولايزيشن للفيدنج فيزل، الفيدنج فيزل يعني مثلا هو قرب من منطقه الجوجيولار فورامين دي بتربط عليها وبتتاكد ان هي تمام، عشان تمنع ان ديورنج الاوبريشن بتاعتك يحصل انتر اوبريتيف بليدنج، ان انت بالغلط تقطع واحد من الايه الفيزلز اللي موجوده في الجاجيولار فورامين دي. يعني لو هي قربت من الجلوميس تيومر قربت منه كده خلي بالك اربط دول الاول، اعملهم امبولايزيشن او ثبتهم يعني قبل ما تيجي تاخدها او تعمل لها اكزيشن عشان ما يحصلش انتر اوبريتيف بليدنج او يحصل بليدنج في اثناء العمليه، وده خطر جدا ممكن العين يروح فيها تمام. طيب تمام كده احنا خلصنا اغلب المحاضره، ناقص بس جزء صغير صغير موت ده اهو جزء الاير ديشارج الحته الصغيره دي تمام. بصوا يا جماعه بسم الله الاير ديسشارج يا جماعه اللي هو الاوتوريه هنشرح شويه كرايتيريا اساسيه كده، معظم والله العظيم يا جماعه كل الكلام قايلينه تمام، عشان كده خليت الحته دي اخر حته. قال لك ان الديسشارج ده ممكن يكون ميكويد او ميكو بيورولنت، يعني صديد ومخاط او مخاط بس تمام، وده في انهي حالات؟ في حالات الاكيوت سبيرتوفايتس ميديا زي اللي هو الماستودايتس اللي كنا خدناه قبل كده الماستودايتس تمام، او في حالات الكرونيك سبيرتوفايتس ميديا. انهي تايب يا جماعه؟ السيف تايب، لازم تقول السيف تايب، مش ممكن مش عارفين ليه بس هو المفروض تقول السيف تايب. ساعتها الديسشارج بيبقى ايه؟ كل حاجه قلنا لها ميكو بيورولنت، بيبقى كوبيوس او اللي هو بروفيوز يعني بكميات كبيره، وبيبقى كمان اودرليس من غير ريحه، على عكس البيورولنت ديسشارج ده بيبقى في حالات زي الكوليستاتوما او كنا اخذناها قبل كده برده في اول محاضره تقريبا اللي هي الفرانكيولوزس اللي هي لوكالايز اوتايتس اكسترنا. بيبقى ايه؟ بيبقى يا جماعه بيورولنت وبيبقى استنتي يعني كميه قليله، وبيبقى فيتد اودر يعني اوفنسيف يعني انبليجنت سميل تمام. حلو بالنسبه لي الوتري ديسشارج في عندنا الوتري ديسشارج دي يا جماعه بتطلع او القطريه قطريه هنا بتبقى وتري على شكل ميه كده، ده غالبا بيبقى سي اس اف او بي ليمف واندوليمف تمام، حاجه من الثلاثه دول. طيب عندنا برضو بلادي ديسشارج وده بينتج عن اكتر من حاجه، الاغلبهم لسه شرحناهم دلوقتي، سواء كان حاجه تروماتيك زي رابشر اوف ذا تيمبانيك ميمبرين او اللي هي الاير درام، او لونجيتودينال تيمبرال بون فراكشر تمام، دخل على الميدل اير والاكسترنال كانال عمل لها لاسيليشن تمام. طيب يعني عمل لاسيليشن وعمل فيها خدش وكمان كسر اللي هو الايه او عمل رابشر للدم فعمل بليدنج. انفلاماتوري يا جماعه انه يكون انفلاميشن سيفير جدا لدرجه ان الكابيلاريز تفرقع، زي مثلا البلس، البلس اصلا هو احنا كنا خدناه بكده ناتج عن الانفلونزا فاكرين في اللي هو الاوتايتس اكسترنال، كان عندنا حاجه اسمها البلس كانت بتنتج نتيجه الانفلونزا، كانت اصلا في الغالب بتكون مليانه ايه سيريس فلود، بس ده ما يمنعش برده ان الكابيلاريز من كتر ما هو انفلاميشن سيفير تفرقع فيحصل ايه بليدنج. ايه تاني؟ النكترايزنج مالجنانت اوتايتس اكسترنال، والدكتور مصطفى كان قال انه بيبقى في جرانيوليشن، والجرانيوليشن ده اون تاتش ممكن يحصل فيه بليدنج لو الشخص نفسه العيان نفسه عمل مانيبيوليشن او الدكتور هو بيعمل يعني بيكشف لمسها يعني الجرانيوليشن ده او قطعها او ايا كان فبيحصل بليدنج تمام. نيو بلاستيك يا جماعه زي الجلوماس اللي شرحناه دلوقتي ده بيبقى هايلي فاسكولار اصلا ما بيصدق يعني، عشان كده البيوبسي محرم محرم في الجلوماس تمام، بيحصل بروفيوز بليدنج، وكمان السكويمس سيل كارسيوما. كده خلصنا الحمد لله وشكرا لكم.